Era mesmo a esperança. عملت ايه يا خالد؟ نقول مبروك. عقبال ما تفرحي بولادك وتجوزي كده ثريا وزين. مبروك يا خالد، ألف مبروك يا صفية. الله يبارك فيك يا زهيرة، عقبال ما تفرحي بصلاح. في حياتك إن شاء الله يا صفية. هو في إيه؟ في إيه؟ إيه الدوشة دي يا جدعان؟ الولا خالد ابن خالك نجح يا ولا في الابتدائية. انزل يا زكريا انت وسليمان باركولو وباركو لمرات خالكو، انزلوا يا تران. يا دي الهنا يا دي الهنا، الف مبروك يا خالد، مبروك. عقبال البكالوريا. هو فين والبكالوريا فين؟ الف مبروك يا مرات خالد. خلص يا ابني، ده انت عقبال ما تبارك له على ابتدائي هيكون خد البكالوريا. خلص. الشربات ما استنيتش الولا لما يجيب الجرنان. ايه ولاد علي وصفيه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ما يتخافش عليهم. وليه التعب ده يا ام زكريا؟ انا اصلي ما رضيتش نجيب حاجه، قلت علي هجيب معاه وهو جاي شربات وبسطة. ايوه، امال هو علي فين يا اختي؟ انا ما شفتوش من امبارح. علي مسافر، راح يجيب له التحرير من الحاج ابو اليزيد الحراري. صدقي بقى شغلانه الحرير دي شغلانه نظيفه كده وناعمه، بدل شغلانه البقاله المقرفه. الحمد لله شغلانه الحرير دي فرقت معانا كتير السنين اللي عدت دي، خلتنا نزق العيال في العالم شويه. يا اختي ربنا يتمم بخير ولا يحسونا. اطلع يا اخويا طلع لخالتك الشربات. صراحه ربنا انتوا مش مقصرين من جهه العيال في حاجه. قال لي هو خالي هيجي امتى عشان الموضوع يعني بس لو مش وقته، مش وقته الكلام في الموضوع ده دلوقتي. ان شاء الله ربنا يجيبه بالف سلامه. ده تلاقي علي دلوقتي قاعد على نار، واول ما هيقرا النتيجه في الجورنال هينط في اي قطر ويجي على طول. ويا ترى هيجيب لي معاه ايه بقى ان شاء الله حلاوه النجاح؟ كل اللي انت عايزه وزياده شويه. على الاقل جه حظك احسن من اخواتك، نجحت وخدت الشهاده في ايام البحبح. ايوه يا عم، جيت انت في ايام الحرير وابوك هيلبسك حرير في حرير. لا انا عايز كراكافه. شوفي يا اختي الوالة نجح في الابتدائية وبرده غاوي لعب وصرمحة في الشوارع. لا يا عزيز، خالد ما بيلعبش كرة في الشارع، ده بيلعب في الفريق بتاع المدرسة. مدرستهم السنة دي طلعت الأولى على كل مدارس اسكندرية. في الكرة؟ أيوه، وإن شاء الله لما يخش الثانوي هياخدوه في الفريق بتاع المدرسة. ومين عارف، ما يمكن يطلع لعيب كورة زي حسين حجازي ولا علي الحسني. اللي سافروا لعبوا كورة برا. إن شاء الله. ولا إيه؟ نعم يا ماما. تعالى شوف تقيك اللي راح فين، بقاله ساعة بيجيب زيت ما جاش لغاية دلوقتي. نجحت يا ولا يا خالد، العيال في الحارة قالوا لي. بقى تغيب ساعة وتيجي من غير الزيت؟ والله يا ماما لفيت لما دخت، لا في حارتنا، ولا الحارة اللي ورانا، ولا شارع تراب، ولا في أي دكان عنده نقطة زيت. لا في لا زيت ولا سمنة ولا دقيق.
امال الناس تاكل ايه وتعيش ازاي؟ يا اختي هي بس الحاجات دي اللي شاحها؟ ده كانها جت شوطه في البلد. اني سمعت كمان ان الشوطه دي في بلاد بره الحاجات شاحها كتير. ربنا يلطف بعبيده. ما تنعيش هم يا اختي، انا هديكي صفيحه زيت فرنساوي. اصل في واحد صاحب اسماعيل جوزي جاب صفايح زيت من بره، خدنا صفيحتين، اديكي صفيحه وانا صفيحه. روح يا ولا يا زكريا هات لي مرات خالك صفيحه زيت فرنساوي من اللي تحت السرير. حاضر. والموضوع اللي مش وقته في ايه يا عزيز؟ موضوع ايه اللي عايز يتكلم فيه زكريا؟ انا هبقولك عليه بعدين. روح يا ولا هات صفيحه الزيت، ما تنح كده لك يا طول. قدام يا سجلال، خلينا اديك صفيحه الزيت. بس انت عارفه يا عزيزه يعني راي علي في الموضوع ده، وسبق وكان اسماعيل. لا لا لا، الحكايه هنا غير. انا مش عايزه اوضه ابويا وامي ليا ولا لاسماعيل، ده عشان الولد زكريا يا اختي يتجوز فيها. اصل باين تقريبا طالع زي ابويا الحاج يونس راوي اللمه. مش عاوزه الولا يبعد عن عيني، عاوزه يفضل قدام عينيا كده على طول. على العموم لما علي يوصل بالسلامه هنبقى نقوله، وربنا يقدم اللي فيه الخير. تقولي له ده ايه؟ انت تقولي له وتقولي له، واللي هتقولي عليه هيمشي. هو انا مش عارفه علي بيعزك قد ايه. طب ماني ممكن كنت اتكلم مع علي، لكن لا، انت اقرب لي من اخويا، انت امي يا اختي، وتعرفي معنى الضرب. ربنا يسهل يا عزيزه. وحياه نجاح ابنك اللي لسه مزغرطله دلوقتي، اول ما يجي علي قبل ما يقلع طربوشه تكوني قايله له على الموضوع. انا عايزه الواد يتجوز واخلص بقى. وبيني وبينك اهل العروسه بيستعجلونا، والعروسه حلوه ومنكسره، مش عايزاها تطير من ايدينا. حاضر يا عزيز، حاضر. عقبال ولادك، بس بعد الشهاده الكبيره طبعا. واني برضو اللي هزغرط لهم. سبعتاشر، 18، 19، 20، 21، 22. أظن كده الحساب مظبوط يا حاج. ده حق الحرير اللي اتباع، وبقية البضاعة اللي بعتها لكم من كام يوم. الدكان الصغير اللي كنت ببيع فيه إن شاء الله أول ما أنزل اسكندرية هبيع البنك والكام رف، وأسدد بيه الإيجار المكسور عليا وأسيبه لصاحبه، وربنا يخرجنا منها بسلام من غير ديون إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده انت يا دوبك مخلص الديون اللي على المرحوم ابوك. ربنا يرحمه ويرحمنا احنا كمان. حق يا علي، مين كان يصدق بقى الحرير المصري اللي يضرب امتاعها حرير على عينه يجي عليه اليوم اللي يتحط في المخازن والدكانات؟ عم ابو الوزير، احنا قد الدول كبيره واحنا اللي هنروحوا بالليل. ورأي المثل ده سمك كبير يا عم بياكل في سمك صغير. ده الحرير المصري امتى من الحرير الياباني يجي خمس مرات. ما هي اليابان نزل بتقولها السوق عشان تغز الانجليز، والناس ليها الارخص يا عمي. والناس بس هتعمل ايه؟ ما الدنيا كلها في زنقه من ساعه ما البورصات انضربت في السنه اللي فاتت. ايوه بقى كل واحد معاه قرش بيخاف عليه وبيصرف على قد حاله. ما عايز الناس يا عمي تشتري الحرير المصري وتسيب الياباني الارخص. ده انطار القطن المصري جلالة قدره نزل سعره من 20 ريال ل 12 ريال وغيره وغيره وغيره. ربنا يستر على اولادنا واولاد اولادنا. الله ما حد عارف الدول الكبيره دي واخدانا على فين. طيب اشرب اشرب. تسلم يا ابني. ما تقفلهاش قوي كده يا علي، الدنيا ما بتفضلش على حال واحد. يلا يلا عشان تنهض تجهز نفسك وتلحق القطر. احسن زمان الولا خالد قاعد مستنيك على نار عشان تفرح معاه بنجاح. ربنا يخليهم لك كلهم ويقدرك على تربيتهم. يا رب يا رب. شوف وشك بخير يا عم الحاج. مع سلامه الله. الله يسلمك. اقول لك ايه؟ نعم. ما تقطعش معانا كده على طول، ما حدش عارف الظروف فيها ايه. ما الظروف باينة يا عم الحاج. ايه المشي الدغري ما عادش ينفع في السوق اليومين دول. هي سكة من اتنين، يا اما تشتري وتبيع حشيش، يا اما تلم صنف بضاعة من السوق وتخزنه لحد ما يشح وتنزله في الوقت المناسب بالسعر اللي انت عايزه، والمحتاج يقاوع واشتري. هم دول السكتين يا عم الحاج.
أنهي سكة فيهم بقى تنفعك ولا تنفعني؟ طريق السلامة أبو يونس. تصريفه ولا حاجة بعد إذن أم يونس طبعا. براحتك يا إسماعيل. يلا يا خالد، يلا يا ولاد اطلعوا ناموا لما يجي أبوك يصحيك. طيب زكي عن صحتك وعافيتك، أجر حنطور خلي واحد يشيل لك البضاعة دي واديله اللي فيه النصيب. حصل أني ركبت حنطور وفي وسط السكة اتعاركت مع العرباجي. ليه؟ بيضرب الحصان بالقربان ده فيك؟ ما كنتش اتعاركت، انما قال ايه؟ عايز ياخد قرش ساخ زياده فوق الاجره بتاعت التوصيله. قلت له ليه يا بلدينا؟ هو جشع؟ هو طمع؟ ايه السبب؟ قال لي قال ايه؟ الصناديق كتير والتقل زاد على الحصان، والحصان من امبارح ما كلش عشان التبن شاحح في السوق واكل البهايم غلا. قلت له انا مالي، انا مالي، انا حصرف على البهايم وعلى مراتي واولادها. راح شادد السرعه بتاع العربيه ولا فرملت الطوارئ بتاعه القطر، العربيه وقفت في مكانها ورماني في وسط السكه انا والبضاعه. طب والبضاعه دي بقى عباره عن ايه يا اسماعيل؟ دي كم مروحه على كم مكنه خياطه، اصل الحاجات دي هتبقى شحة في السوق واني بعد كده هبيعها بسعر غالي وياكش تولع. تعال انا عاوز. هي يا عزيزة علي وافق يدينا الأوضة؟ لا لسه. لسه ليه؟ مش انت كلمتيها يبقى لسه ليه؟ علشان علي لسه ما جاش من مصر. بس انت كلمتيها؟ هو اني كلمتها بس؟ ده زغرت لها يجي 1000 زغروطة عشان ابنها نجح في الشهادة الابتدائية، وبلت لها ازازتين شربات واديتها صفيحة زيت فرنساوي من اللي تحت السرير. اعمل ايه اكتر من كده؟ اقلع لها الهدوم اللي عليا؟ وماله؟ كنت قلعت الهدوم واديتها لها، كنت هشتري لك غيرهم، بس كانت تكلمه عشان تقنعه. اسماعيل انت مسطول؟ ليه؟ عشان علي لسه ما جاش من مصر. علي لسه ما جاش من مصر، هتسافر له مصر تكلمه؟ صحيح. بعدين ايه يا رب الذل والمرمطة اللي اني فيها دي؟ بقى نيجي عليا اليوم اللي زغرت فيه لصفية عشان ابنها نجح في الشهادة الابتدائية، وبللها الشربات واديها صفيحة زيت فرنساوي من اللي تحت السرير. عشان ايه ده كله يا اسماعيل؟ عشان تكلم علي على حتة اوضة؟ منعول ابوها اوضة دي؟ يا اخي يا اخي حل الكيس ولا هات من تحت البلاطة. شوف لابنك شقة مطرحين في حتة شرحة بدل الحارة الغم اللي احنا قاعدين فيها دي. على الأقل لما عاوز اتهوى أعمل حجة أروح أزوره. ده اللي قاهرني، ده اللي قاهرني ومطير كل الأنفاس من دماغي. وإيه ده يا إسماعيل؟ أصلك أنت حمارة وهتفضلي طول عمرك حمارة. بتشتمي حلوف؟ اخرصي ما اسمعش حسك. أنا لو صحتي مساعداني أنا كنت رقعتك علقة، كسرتلك عظمك وفتحتلك دماغك وطلعت منها المخ ده ورميته للقطط تاكله، وحطيت بداله مخ حمار يمكن تفهمي. لا ده أنت زودتها قوي. اكتمي خالص، اكتمي. إيه يا أبو زكريا؟ قال إيه؟ شوف شقة مطرحين، حل الكيس، طلع اللي تحت البلاطة، المطارح كتير يا هانم والفلوس أكتر. أمال ليه ما أنتش عايز؟ اسكتي بقولك، بقاني
اعمل كل اللي بعمله ده علشان حته اوضه لا طلعت ولا نزلت يا عزيزه؟ قال اللي انا بعمله ده علشان البيت كله، البيت كله يا عزيزه، البيت من اول بابه لحد السطح بتاعه لازم يبقى ملكك، ملكك انت لوحدك ومحدش يشاركك فيه، بس حته حته، قطمه قطمه. معقوله؟ معقوله ونص. انا شفتك بتتهاني وتتمرنطي على حياه عين ابوكي، فاخدت على نفسي عهد لازم اجيب لك حقك تالت ومتلت بعد الحج ما ربنا افتكره، وحقك مش اقل من البيت كله، البيت كله يا عزيزه. فهمت يا حماره؟ قول لي يا حماره، قول يا سبعي. انا دماغي دي متكلفه، مصروف عليها شيء وشويات، وربنا خلقها علشان التكتكه، فانت بقى تروحي تنفذي اللي انا بقول لك عليه وتسيب ابو السباع يشتغل. انا من ايدك دي لايدك دي اللي تامرني بيه هعمله، بس انت اشتغل يا اسماعيل، اشتغل اشتغل. الحمد لله كله تمام، المهم تكون توفقت في شغلك. الحمد لله. مبروك يا صفية نجاح خالد. الحمد لله. ربنا جاب تعبنا بفايدة، عقبال الباقيين. يا رب. اتأخرت كده ليه؟ القطر اتأخر؟ ولا عبال ما جبت الشربات والبسطة؟ أبدا. القطر وصل في ميعاده. أنا اشتريت الحاجات دي أول ما نزلت من القطر على طول. أصل عيال فضلوا مستنيينك، والآخر قلت يمكن الشغل مع الحاجة أبو اليزيد هيتأخر وحتباتي لولادي كمان، قلت لهم يخشوا ينام. أحسن برضه. إيه مالك يا علي؟ في إيه؟ الحاجة يا صفية، يعني وصلت اسكندرية بدري، بس قعدت ألف شوية في الشوارع وقعدت شوية على البحر. يعني ما حبيتش أجي والعيال صاحيين. ليه؟ إيه اللي حصل؟ انت اختلفت مع الحاج ابو اليزيد؟ ابدا، الدنيا هي اللي اختلفت معايا، الظاهر مش مكتوب لنا الحق اللي احنا عايزينه لينا ولعيالنا. اقصى عليك يا علي، ما تقولش كده، استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. انا كنت في مصر يا صفيه بصفي تجاره الحرير. ايه؟ ايوه، لكن المره دي الحمد لله طلعت مش مديون، يعني ساق سليم. ساق كلام، ما انت ماشي من غير ما تقول حاجه. ايوه، انا كنت عارف ان نتيجه الولد خالد طلع بعد يوم ولا يومين، ما حبيتش انك تشيل الهم ساعه ما تفرحي بنجاح ابنك. امال ليه تشيل الهم ده كله لوحدك؟ المره دي الحكايه مش ذنبي، ماليش يد فيها. انا مش فاهمه حاجه، ايه اللي حصل بالظبط يا علي؟ الحكايه باختصار ان الحرير الياباني ضرب الحرير المصري. طب ليه؟ ما شغلانه الحرير كانت مريحانا في السنين اللي فاتت دي، وكنا مستورين، والعيال دخلوا المدارس اللي في ابتدائي واللي في ثانوي، ما كانش فاضل الا يوسف الصغير، وان شاء الله كان هيحصلهم. ايه اللي حصل؟ لما الحيتان الكبيره تملى البحر، البساريه هتروح فين يا صفيه؟ حيتان ايه وبساريه ايه؟ اليابانيين حبوا يغزوا الانجليز وياخدوا منهم السوق في مصر، قاموا ضربوا في سكتهم الحرير المصري. طب والمصريين الغلابه ذنبهم ايه؟ ذنبهم ان هم مش حاكمين نفسهم بنفسهم، ملكهم مش منهم، زعماهم بيضربوا ببعض بعد الملك والانجليز رموا لهم كام عظمه، الدستور والبرلمان وكراسي الوزاره، ادي ذنب المصريين يا صفيه. يا ربي، جات الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح. يا صفية، انت عملت كل اللي عليكي، كفاية ان جبتي لي ورثك من ابوكي ورضيت ان اخواتك ياكلوكي وجبتي لي اللي تقدري عليه عشان ابدا بيه شغلانة الحرير. انا اشتغلت ليل ونهار، سافرت ورحت وجيت، لفيت البلاد لحد ما قدرت اقف على رجليا، لكن اللي حاصل ده اكبر مني ومنك. عندك حق. هتروح فين البسارية؟ صفية، صفية، انا مش عايز ابوظ عليكي فرحتك بنجاح ابنك، لكن اللي حاصل يا بنت الناس ده شيء تاني. أنا بقول يعني كفاية على العيال علام لحد كده، وإذا كان على يونس أهو نستحمل لحد ما ياخد البكالوريا ويعني يقدر يساعد نفسه برضه ويساعد. بقول إيه يا علي؟
انت جاي من السفر تعبان وانا كمان من صباحيه مضيله لحد انت ما وصلت ودماغي عماله تودي وتجيب وقلقانه ومشغوله عليك. بقول ايه، تيجي ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي وهو نفرح لنا شويه والصباح رباح وربنا فرجه قريب واللي مقسوم لنا هنشوف. يونس امين، خد القرشين دول عشان تجيب هديه لولا خالد نفسه في كوره كفر. انا هتصرف. امسك بس، ما هو كله من خيرك. وانا يعني كنت جبتهم منين؟ اشتغلت من وراك ولا من الابعاديه اللي سايبها لي ابويا؟ ايوه صفيه، بس دول قرشين وفراهم من مصروف البيت، كنت هنجيب بيهم حته صيغه لبت تحيه. بناقص يا سيدي الست تحيه تتسيخ. وهو الحمد لله ادينا في الصيف ومفيش مصاريف لا للمدارس ولا للعيال. يا صفية الأيام بتجري كلها كم شهر والتاني ربك فرجه قريب. يلا يلا غير هدومك على ما هحضر لك لقمة تاكلها عشان تلحق تنام لك ساعتين لحسن لو العيال صحي ولقوه هيقفوا على دماغك عشان وحشتهم. وحشتهم قوي يا علي. وخليهم معايا ليه من أصله؟ هو كان فيه وكالة عشان أروح أفتحها. أنت بتكلمني أنا يا حسين وكأن أنا السبب في اللي حصل. الله، ما تتكلمي يا نينا، ما تتكلمي يا عمتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا يا ولاد بطني. اسمع يا حسين، انت شويتين اللي انت بتعملهم دول تعملهم لما اكون انا السبب يعني، انما ديك شايف الحال، ومش حالنا بس، ده حال البلد كلها وكل تجارها. عشان كده جاي ترميلي دلوقتي المفاتيح. خلاص حقك عليا، اخليهم معايا انا، بس انا بقول لك يا حسين، حسك عينك رجليك تخطي عتبة الدكانة بعد كده. ما بس بقى انت وهو، جاتكم مصيبة تاخدكم. سيبيهم سيبيهم يا عمتي كاملة، ياخد منهم ربنا اللي اخدوه من حق اختهم صفية. يعني هي الحكاية مصاوي علشان تكمليها بدعواتك المبروكة؟ يا رب يبارك لي في دعوتي يا رب. فضلوا يا اختي يحربوا لما باعوا البيت، وادي الوكالة هي كمان خربت وبقت بتنش. اللهم لا شماتة بس يمهل ولا يهمل. ذنب اختكوا صفية الغلبانة واللي عملتوه فيها وفي علي جوزها. ما كفاية بقى، انت بتعلي حسك عليا ولا؟ غوروا غوروا من وشي، ده هي فيكم وفي تربيتكم. اقعد اقعد يا ولا يا حسين، اقعد يا مصطفى اقعد. ها خلاص كل واحد قال اللي عنده. مرحوم كرم الله يرحمه بقى كان اخويا قبل ما يكون ابوكم، واللي عملوا فينا يا اخي ما فيش داعي بقى ننبش في الماضي. بس المهم وكالة الحاج كرم لازم تفضل مفتوحة، انتوا فاهمين؟ وعلشان خاطر وخاطر الست الطيبة أمكم دي، لو كان عليكم ما كنتش جيت ولا خطط لكم عتبة ولا شفت خلقتكم. المهم يكون في علمكم سيرة الحاج كرم ووكالته وصلت لحد عندنا في أبو حمص. قال ايه؟ عيال الحاج كرم بياكلوا في بعض، بيعضوا في بعض علشان اللي سابولهم، مش كده؟ والناس لها بالسيرة، والسيرة بتقول ان ابوكوا سايب لكوا شيء وشويات. عشان كده نجيت. بس قبل ما اتكلم في ايها حاجة، نصيب اختكوا صفية. نصيب ايه اللي انت بتقولين عليه ده يا عمتي؟ نصيب صفية بعته من زمان. صفية بصمت وخدمت اللي استلمت حقها على داير مليم. يا اخويا انا ما بتكلمش على اللي فات، انا بتكلم على اللي جاي. اللي هو ايه بقى يا عمتي؟ فتح لكم باب رزق وخير تدخلوا اختكم فيه، وده مش حسنة، لا ده حق صفية وعلي جوزها. لا انت تفهمينا بقى يا عمتي، نصيب ايه وباب رزق ايه اللي انت فتحهولنا اللي هندخل فيه صفية وعلي جوزها كمان؟ الشرط قبل الحرد. اشرطي. جنينة فاكهة 50 فدان بكل ألوانها تاخدوها صيف وشتا، والثمن يوه ما حدش يحلم بيه. وهي فين دي يا عمتي؟ لا مالكوش دعوة، نتفق الأول. اتفقنا اتفقنا يا عمتي، احنا نروح ونربط الاتفاق مع صاحب الجنينة. يعني طلعتوا معاكوا فلوس تربطوا اتفاق اهو؟ امال ايه هي اللي خربت ومش خربت؟ والبيت هيسدد ديون الوكاله، وتبيعوا البيت وتكرشوني منه واقعد اتلطم في بيت كل واحد فيكم شويه، مش كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يلا اخفوا من وشي وروحوا تشاوروا وتعالوا اديني قاعده شويه.
بس الشرط، الشرط بتاعي علي جوز اختكم صفية. يا عمتي يا عمتي، هو علي ولا صفية؟ لا اديني بقولها بحس على هو عشان الكل يسمع. علي جوز صفية هيكون شريكه يا مصطفى انت وحسين. ولو كان علي عند دكان كنت شيلت البيعة كلها، وكنت خليت الراجل صاحب الجنينة صبر على علي بدل السنة عشرة. احنا خلاص اتفقنا، الفاتحة عمتي. انت يا ولا انت فاكرين عيلة صغيرة ولا ايه؟ اتفاق لازم يكون كل اللي متفقين معاهم موجودين. يلا هزوا طولكم، هزوا طولكم وروحوا هاتوا علي، ويكون في علمكم مفيش اتفاق من غير علي. هات لنا شاي تاني يا ابني. بالنسبة للتخزين، احسن مخازن فاكهه وخضار في الجهه دي كلها مخازن بكر طاحون، وسالوا التجار اللي عندكم في اسكندريه وكانوا بيتعاملوا معايا قبل كده. يعني انت بتطلع بضاعتك اسكندريه؟ طبعا يا اخو مصطفى، مش هي اقرب سوق ليا؟ وبعدين اسالوا المعلم بنداري والمعلم الحصري. مؤاخذه يا سبكر السؤال، يعني حضرتك بتعامل مع معلمين كبار زي المعلم بنداري والمعلم الحصري، يعني ما تاخذنيش، يعني ايه اللي رماك علينا يا علي؟ انت هتطفش الراجل مننا ولا ايه؟ وبعدين انت مالك انت يا علي؟ انت تعرف منين البنداري والحصري؟ تعرفهم منين؟ اظن المعلم بنداري والمعلم الحصري تجار كبار قوي عندكم في اسكندريه. واقول لك يا سعالي ايه اللي رماني عليكم؟ الست كامله ربنا يديها الصحه والعافيه، ست ادامها بركه، وانا بيني وبينكم بتفائل بيه. لو طلبت عناية ما استخسرهاش فيها. وبعدين الأزمة اللي فيها البلد طايلة الكل، عاملة زي الوبا. أيوة بس السعر اللي انت بتقوله دوت مش بتاع أزمة خالص. لو انت السادق، ده أقل من سعر الأزمات بشوية. يعني الحمد لله ربنا يبنيها بالحلال ويبعدنا عن الحرام. المهم الست كاملة طلبت مني الجناية، وأنا يعلم الله لو طلبتها مني ببلاش مش هعزها عنها. العربية جاهزة يا سباك. اتفضلوا اتفضلوا شوفوا المخازن، ولو حبوا يشوفوا العربيات بتاعت الشحن ابقى اوريها لكم. تحت امرك يا سباك. اتفضلوا اتفضلوا يا رجال. استنى انت يا سعد، انا عايز اقعد معاك شويه. سعالي انت مش جاي معانا ولا ايه؟ لا اتفضلوا انتوا، انا عايز ادردش معاه شويه. اتفضلوا. يلا حسين، وبقى خليهم يرجعوا على المضيافة تاني يا ابني عشان هنتغدى سوا. اتفضل الشاي يا سعالي. دايش يا سبكر. الأول يا علي، انت اشتغلت في الفاكهة والخضار قبل كده؟ لا ابدا والله، يعني اشتغلت عند الحاج كرم. ابو مصطفى وحسين اخو الست كاملة. بس لا، كان عندنا محل بقالة، وابويا الله يرحمه ويحسن اليه كان عنده محل بقاله برضه، وكانوا مفتوحين على بعض، اللي كان بيؤذه كان بيلاقيه، واللي احنا كنا بنؤذه يعني كنا بنلاقيه برضه. وايه اللي حصل؟ النصيب بقى، الازمه طالت كل شيء، خدت الدكاكين في سكتها، ما فضلش غير البيت اللي لممنا انا وعيالي واخواتي. المهم ان انت بخير يا سعلي. الحمد لله رب العالمين. انا اشتغلت برضه في الحرير، بس زي ما انت عارف وانت سيدي العارفين، الحرير الياباني ضرب السوق. هو الحرير بس، الأزمة طالت حاجات كتير قوي. ما تأخذنيش يا سباكر في السؤال، حضرتك يعني من الأعيان اللي بيوردوا للجيش الإنجليزي؟ اطمن اطمن يا علي، أنا صحيح ما كنتش بمشي في المظاهرات زيك. إيه؟ أنا سامع عنك كل حاجة، وعارف حكاية الجواب اللي أنت بعته لوزير خارجية بريطانيا. أيوة يا سباكر، البلد كانت بتغلي والحمل يعني ما كانش تقيل زي دلوقتي. ربنا يعينك يا علي، بس احب اطمنك انا عمري ما تعاملت مع الانجليز ولا هتعامل معاهم، وده اضعف الايمان يا اخي. ربنا يفتح عليك، اهو كده ريحت قلبي. الهي يجعلها فتحه خير علينا كلنا. امال جميله ما دخلتش ليه؟ تدخل فين؟ مش هي اللي مستنياكي بره في الاوتومبيل؟ لا يا عزيزة، أنا اللي هنروح لها، أصلها عيانة شوية وبعتت لي السواق بالأوتومبيل عشان نروح نشوف. لا سلامتها ألف سلامة والنبي السلام أمانة. بقولك يا صفية، كلمتي علي؟ بصراحة لسه،
اصل يعني مستنيه الوقت المناسب عشان ما يزرجنش ويوافق. حس الحكايه طولت قوي. ما انت عارفه الظروف بقى يا عزيزه. هو مش خلاص مسك شغل مع اخواتك وبالوراق؟ الراجل لسه ماسك الشغل ما بقالوش كام يوم. اصلي انا معذوره يا صفيه، اسمعي انه زكريا عمالين يزنوا على دماغي وانا خلاص خلاص انا الليله ان شاء الله هنكلمه وربنا يسهل. هي الهانم مراتي باشا جرى لها حاجه؟ انا ما اعرفش يا ست هانم، هم قالوا لي هات فلوس صغير بسرعه. ربنا يستر. خير يا عبد الهادي؟ جليل اختي جرى لها حاجه؟ ما جرالهاش حاجه، قامت لقاها قاعده هناك في العزبه مش عاوزه تزف تيجي اسكندريه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ خير؟ لا مش خير طبعا. امال انا بعد جايبك ليه؟ ابوك الله يرحمه اللي حطيت ايدي في ايده ربنا اختاره، واخواتك الاثنين الصبيان لا بيهشوا ولا بينشوا، وامك ما بتقدرش على جليل، عشان كده انا بعتك جبتك انت اهب طوعك وبتسمع كلامك. بتقول لي انت عايز ايه بالظبط واشوف اذا كان بمقدار تقدر اعمله ولا لا. شوف يا ست ام يونس، انا ما اتولدتش وبقي معلقه ذهب، انا تعبت وشقيت وحفيت وعملت حاجات كتيره تخدم ربنا عشان اوصل اللي انا فيه، ووصلت والحمد لله. انا دفعت دم قلبي عشان اشتري البهويه واشتريتها وبقيت عبد الهادي بيه، ودفعت اضعاف ده عشان اوصل للديوان الملكي، ووصلت للملك فؤاد نفسه، وخدت البشويه وبقيت عبد الهادي باشا، ونزلت الانتخابات ونجحت ودخلت البرلمان. انا مش فاهمه انت بتقولي الكلام ده ليه؟ لازمته ايه؟ ايوه عشان تعرفيه وتعرفيهولي هي كمان. انا اللي اقف في سكه عبد الهادي ادوسه مهما كان مين هو. انا مش هسمح لمخلوق ابدا انه يمنعني من كرسي الوزاره. يا جليل اختي اللي هتقول لهم ما يدخلوكش الوزاره؟ اختك بعمايلها وفضايحها خلت الترشيح ده على كف عفريت. فضايح لا سمح الله. قعدتها في العزب على طول بيفكر الناس بفضايحها مع مهدي، والناس في سنتها ما بتخشش بقها. مش ده اللي انت سجنته وشردت امه؟ انا سمعت انه هيطلع قريب. ومستعد اسجنه تاني وتالت ورابع. انا له ابوها الله يرحمه كان بيخدم عندي وهو بيجري على اخواته، انا كنت نسفته من الدنيا خالص. بالهداوه كل شيء اتصلح. مش كده وبس، ده انا كل ما اقول لها تعالي معايا حفله او مناسبه ترفض. عيان يسألوني أقول لهم عيانة تعبانة. هتفضل تعبانة لغاية إمتى؟ ما تروح تموت وتريحنا وتروح في 60 داهية. لا لحد كده بقى ووقف. لو أنت فاكر إني هنقعد نسمع وأنت عمال تشتم في أختي وتدعي عليها بالموت، فوتك بعافية. سامحيني سامحيني يا ست مونس، معلش أنا والع نار. جميل مش هنساهولك طول العمر. الأوتوموبيل واقف بره وجليلة قاعدة في العزبة. حيلك حيلك، لو انت فاكر اني هروح العزبه دلوقتي يا اخي. ده ايه ده؟ ليه مش ليا جوز نشور عليه وناخد منه الاذن، ولا هي الحكايه سبهلاله؟ ماشي طيب، ابعت لك العربيه بالسواق بكره الساعه كام؟ ما تشغلش بالك، انا هنعرف نروح العزبه وربنا يهيئ فيه الخير. بقول ايه، هو يونس خد البكالوريا ولا لسه؟ لا لسه شوي. انا بقول يعني عشان لما ياخد الشهاده ده إذا كان لكم غرض أعينه وشغاله عندي في الدايرة، محدش لاقي شغل اليومين دول. إن شاء الله لما يتحصل عليها ساعتها بقى هنلاقي مين نروح له غيرك يا باش. هو ده برضه بني آدم يستاهل تعملي له خدمة؟ الله، أنت نسيت اللي عمله فينا؟ أنسى إزاي بس يا علي؟ والله ما عشان، عشان خاطر جليلة. وإن جيت للحق بقى مش عشان خاطر جليلة، عشان صفي ناس. البنت الغلبانه اللي هتشحطت وسطيهم ولسه ما كملتش 8 سنين. لا اله الا الله، شوف الخسه والدناوه، كل حاجه عنده ليها تمن. اشمعنى النهارده اللي سالك على يونس وهياخد الشهاده امتى؟ اهو كلام. واحنا يعني هنرضى نشغل عنده يونس، ولا هنشغل يونس من اصله قبل ما يخش الجامعه وياخد الشهاده الكبيره؟ ايه بقى يا ست الموضوع اللي المفروض تكلميني فيه عشان خاطر عزيزه؟ يا سلامتك. كمسكاني في الرايحه والجايه. يا صفيه ما كلمتكش، صفيه ما كلمتكش، اقول لها كلمتني في ايه؟ تقول لي ايه؟ هتشرح لي. اتفضلي اشرحي لي انت بقى وفهميني. اصل يا سيدي ابنها زكريا على وش جواز، وكانوا بيقولوا عايزين ياخدوا اوضه الحاج يونس. لا
الاوضه دي محدش هيدخلها. الاوضه دي كانت طاهره وهتفضل طول عمرها طاهره. هو ده زكريا مش اسماعيل؟ الطينه من العجينه يا حبيبتي. وزكريا ده مش سيد اسماعيل واشتغل معاه؟ نضمن منين؟ دول بيحلموا. بقتنا عزيزه واسماعيل عايز ياخد اوضه الحاج يونس، ده بعيد عن شنباتهم ثلاثه بالله العظيم لما يقف على ايديهم. استنى بس بالهداوه. انا جت لي فكره. ايه رايك حسان يفضي اوضه عزيزه القديمه وياخدها زكريا، وحسان ينزل يقعد في اوضه الحاج يونس، وهو اسمه هيحافظ عليه، وحسان مش قاعد في البيت طول النهار، يعني كان الاوضه فاضيه مش مسكون. ايه رايك؟ والله العظيم ثلاثه انا نفسي حتى حسان ما ياخدش الاوضه. ما انت عارف حسان ساعات بيجي متدهول، ما هو عارف راسه من رجليه. معلش يا علي، اعمل الطيب وارميه البحر، وهو معروف يقعد لعيالنا زي المشوار اللي انا رايحه الصبح ده. اقول لك ايه، افتكر يعني هتقدر على جليله؟ ربنا يقدرني. بس ما تاخريش، ما تخليش الدنيا تليل عليك. تليل ايه؟ دي مسافه السكه كلمه ورد غطاه. نعقل جليله احسن. لمحت الشر في عينين اللي اسمه عبد الهادي ده، لو حط جليله في دماغه هيجيب اجلها. ما هو ماسك الحكايه من ناحيتين، نافذ على السرايا والانجليز، وبتنطط في كل حزب شويه، هيكون ناقصه ايه يعني؟ يمهل ولا يهمل، مسيره جيله يوم. عبد الهادي المنشاوي، بسم الله ما شاء الله، والله وكبرت يا صافي. لا ده انت تتجدعاني بقى عشان نجوزك ليونس. يونس؟ يونس مين؟ طبعا ما انت مش عارفه ولاد خالتك. ولا يونس كبير عليكي، نجوزك للولا يحيى ولا الولا خالد، انسب لك. ايوه يا صفيه، عبد الهادي بعتك ليه؟ صافي روحي العبي في الجنين، خلي بالك من نفسك. انت عايزه ايه بالظبط يا جليل؟ اللي انا عايزاه قلته 100 مره وبصريح العباره، وقاله له الحاج كرم قبل ما يموت الله يرحمه، يطلقني. وهو ما رضاش ولسه مش راضي، عشان الهبابه الوزاره اللي مرشح روحه فيها دي، ولا ابصر ايه؟ الوزاره ده حاجه تخصه، لكن انا حياتي تهمني، عمري بيتسرق مني يوم ورا يوم. وقعدك في العزبه ده هو اللي هيرجع لك حياتك؟ على الاقل بعرف اخبار مهدي. ازاي؟ مش عبد الهادي كرش اخواته وامه من العزبه خالص ومحدش يعرف لهم طريق؟ بعرفه من اصحابه وزمايله، والحمد لله فاضل له 11 شهر و7 ايام ويخلص من الحكم الظالم اللي اتحكم بيه عليه. ياه، ده انت حاسباهم باليوم يا جليل. دي اقل حاجه عملها الانسان بريء. اني سبب في ظلمه هو واخواته وامه، يبقى اقل حاجه اني اقف جنبه. بس خلي بالك، عبد الهادي ممكن يرجعه السجن تاني. لا، المره دي مش هسمح له، والموضوع اللي هو متمسك بيه علشان كرسي الوزاره هيبقى هو السلاح اللي هحاربه بيه. هفضحه في كل حته، هسود له نهار وليله، مش بس لحد ما تضيع منه الوزاره، لا لحد ما تضيع منه البشويه والبهويه، وارجعه تاني زي ما كان زمان بيلم ابر بوابير الجاز ويلحس جزمه الانجليز لحد ما يموره عظمه. هيبقى التمن موتك، هو لسه قايل لي كده امبارح، هينسفك. ما يهمنيش. يا جليلة، بقى الحب يعمل فيكي كده؟ يا اخي قطع الحب وسنين. بلاش انت اللي تقولي الكلام ده يا صفية، ولا البريه بتاع العسكري الانجليزي كلته العدة. فشل ده، لسه زي ما هو بحالته من ساعة علي ما اداهولي في اول يوم شفته فيه. بقولك يا جليلة، هو مش مهدي ناقص له سنة ويطلع بالسلامة؟ 11 شهر و7 ايام. قولي سنة يعني. والمثل بيقول اصبر على جار السوء لا يرحل لا تجيله مصيبة، ويمكن يكون ربنا بيحبك انت ومهدي، وعبد الهادي يجرى له كده يرحل وتجيله مصيبة. يسمع من بقك ربنا يا صفية. أني تعبانة، تعبانة قوي يا صفية. بس يا جليلة، بس يا حبيبتي، تعالي اقعدي. فيك الخير يا صفية، كنت حاسة اني لوحدي. ما هو ده اللي خلاني جيت على ملوش. اللي هتقولي عليه هعمله، عشان انت الوحيدة اللي فهماني وحاسة بيا. انا كنت بنقول يعني هدي شوية، اسمعي كلامه واعملي اللي هو عايزه في الظاهر يعني. يعني روحي مع الحفلات، اعزمي البشوات اللي هو بيقول عليهم دول في البيت، لحد ما المدة تخلص ومهدي يطلع من السجن ويحلها ألف حلال. حاضر يا صفية، حاضر، كله يهون عشان خاطر مهدي.